السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، في نهاية هذا الدرس سوف نتمكن من معرفة أنواع الزوايا: الزاوية القائمة، والزاوية المستقيمة، الزاوية الحادة، ثم الزاوية المنفردة. ما هي الزاوية القائمة؟ الزاوية القائمة هي الزاوية التي أحد أضلاعها عمودي على الضلع الآخر. نعم، ويكون قياسها 90 درجة. أحسنت. ما هي الزاوية المستقيمة؟ الزاوية المستقيمة هي الزاوية التي يشكل ضلعها خطاً مستقيماً. بالطبع، ويكون قياسها 180 درجة. جيد. ماذا عن الزاوية الحادة؟ الزاوية الحادة هي الزاوية الأصغر من الزاوية القائمة. صحيح، وقياسها أصغر من 90 درجة. جميل. ماذا عن الزاوية المنفرجة؟ الزاوية المنفرجة هي الزاوية الأكبر من الزاوية القائمة والأصغر من الزاوية المستقيمة. نعم، ويكون قياسها أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة. جيد. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.